السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشرحوا شي اعدادات في هذا الجهاز ديال الفينطو اللي بعض المرات يكونوا فيه بعض المشاكل اللي هما بعض المرات ما كيبقاش يتكونيكطا، ما كيخدمش ليه الواي فاي، بعض المرات كاين اللي كديرونجي هذيك الخاصيه ديال الشي ماكس او التحديث الى اخره. نطرقوا لهاد المشاكل. المهم الخوت نبداو بالواي فاي ديال القائمه الرئيسيه ديالو. الواي فاي الا كان كيقطع بعض المرات ما كيتكونيكطاش، راه كاين اللي كيحط الجهاز حدا لارونج ديال الضو اللي راه كفيه البريز ديال التلفاز والبريز ديال المهم لارونج بصفه عامه ولا الروتور ديال الواي فاي. ممكن نمشيو للقائمه ديال الرئيسيه ديال الجهاز وكنمشيو لهذيك الريزو اللي في الاسفل، كندخلوا لهذيك بارامتر الريزو اللي هي الفوقانيه كاع اللي بالازرق هي اللي كتسمى السميه ديالها. كنضغطوا اوكي، كندخلوا لهذيك ريغليز ساوند فيل هي الفوقانيه. بعد ذلك كنختاروا اختيار الثاني اللي هو شيرش اكسس بوينت، يعني مؤشر الوصول البحث. هنا كيعطيك القائمه ديال الاسماء ديال الواي فاي. هنا لما لقيتي السمية ديال الواي فاي ديالك راه كتورك على الريفريش، يعني بالزر الاصفر، الزر الاحمر عفوا، كتورك على الزر الاحمر كيبدا ريفريشي كاع الاسماء ديال الواي فاي باش يعطيها لك يعني في هذه القائمه هذه. المهم شنو تدير نتايا، شنو تدير يعني كتوقف على الاسم ديال الواي فاي ديالك، كتضغط اوكي، كتكتب الاسم ديال الواي فاي ديالك يعني وكتكمل الاسم ديال كلمه السر ديال الواي فاي، وكتضغط بالزر الاحمر يعني باش يعني تكونيكتي الجهاز، ولا من لوحه المفاتيح كتضغط على ديك اوكي، يعني كيتم معك الاتصال يعني كونيكتي. الا كانت مكتوبه دي كونيكتي راه باقي، الا كانت انت عارف السميه ديال الواي فاي ديالك كتضغط عليه اوكي، كتعطيك هذه العلامه كدير وي، يعني الا بغيتي تموديفي المود باس او الا بغيتي يعني تكمل عليه راه كدير اوكي بالزر الاحمر. المهم هاد المسألة ديال الواي فاي حنا تطرقنا ليها، علاش كيديكونيكتا الجهاز مع الكلي واي فاي؟ بعض المرات كتسخن أو كيجي الزهايمر مكتبقاش يعني تكونيكتا أو المهم هادي مشاكل كتعيشوها في الأجهزة ديال الفيمتو. ممكن ما قلنا كدير أوكي على اسم الواي فاي، كدير وي يعني إلا بقى حافظ على يعني حافظ السمية ديال المود باس. المهم راه كتعطيك كونيكتيد، راه هي اللي عطاتك دي كونيكتيد راه ما متصلش، هنا كونيكتيد راه متصل. المهم الانسان يحاول يبعد من الجهاز من الروتور، حتى الروتور حتى هو تيدير ليه هاد المشكل هذا تيبلونطيه. نمشيو للخاصيه الثانيه اللي هي الخاصيه ديال سي اش ماكس اللي كتعطيه القنوات باللوغو. هادو راه تيخدموا بالانترنيت، اللي كيبارطاجي من تليفونو يحيدها، يعني اللي كيخدم ساتيليت من بارطاج ديال التليفون حيد. كنديروا القائمه الرئيسيه وكنمشيو للسيستم سيتينغ هاد الثانيه هادي، انا راني غلطت ودخلت للثالثه، غادي نرجعوا غادي نمشيو للسيستم سيتينغ هاد الفوقانيه، كندخلوا له كنمشيو للخانه يعني الثالثه اللي هي سي اش ماكس سيتينغ، كتعكل ليا بعض المرات. كنهبطوا للخانه الثالثه سي اش ماكس سيتينغ، كتدخل لها كتلقى اكتيف، حتى كدير نو اكتيف يعني كتحيد هذيك اكتيف بزر زياده الصوت او نقصان الصوت كتحيدها. المهم هادي اللي كيبارطاجي الانترنت من تليفونو يضطر انه يحيدها، وكيرجعوا القنوات عاديين كيف ما كتشوفوا في الصوره بحال هكا. ولا عنده الانترنت مزيان راه يخلي شي اسماكش بقنوات باللوغو، هذاك راه ماشي مشكل. المرحلة الثالثة الخوت هي انك نمشيو للريزو اللي في الاسفل، كندخلوا لهذيك لابليكاسيون، كنهبطوا لها هنا. هنا كاين يوتيوب، كاين تطبيقات، كاين كلشي هنا. هنا التحديث اونلاين الخوت، هنا طريقة التحديث اونلاين، كتدخل لهذيك اوبدات اونلاين هذه، كل واحد وفين عنده، كاين اللي عنده التحت من يوتيوب، كاين اللي حدا، المهم ديما كتكون حدا يوتيوب. ها هي اوبدات اونلاين، كتضغط اوكي. هنايا كتمشي للاختيار الاول اللي عليه بالاصفر، كتضغط اوكي كدير وي، يعني كيتم معك التحديث. ديك الساعه انت ما طفيش الجهاز، خليه حتى يكمل التحديث ويطفى الجهاز ويسعى على راسو. ديك الساعه انت ملي كدير التحديث مثلا، غادي نمشيو للمساله ديال الطريقه ديال السيرفو. كنخرجوا من هنايا وكنمشيو مثلا اللي عنده كليو اس بي مثلا وعنده فيه التحديث، كيدخل هاد يو اس بي كونترول، كيورك على ديك الموني الفوق، صافي كيمشي للفلاشه ديالو، كيمشي للسميه ديال التحديث. دابا كيبقى لينا مكان يعني مكان السيرفور، يعني البلاصه اللي فيها السيرفور، يعني شحال واحد كاين اللي كيدير التحديث وما كيتكونيكطاش. كنمشيو نديرو القائمه الرئيسيه الخوت، كنهبطوا للاسفل اللي هي ريزوم. هاد ريزوم ملي كتدخل لها راه كتلقى كلشي تما، يدخل الانترنت، تطبيقات الى اخره.
كنضغطوا اوكي باش نشوفوا مكان السيرفر، كندخلوا الريزو اللي في اسفل، كندخلوا لهذيك الاولى بارامتر الريزو، كنهبطوا لتحت اربعه اختيارات، كنهبطوا لتحت هنا كتزير بزير زياده الصوت كتوقف على 15 هنا مكان السيرفر يعني فان كام او فوريفر مثلا في الاجهزه الاخرى. هنا راه كيعطيك امتى غيبدا وامتى غيسالي، والفي اي بي تاهي كذلك كتعطيك امتى غتبدا امتى غتسالي. انا راه دايرين هنا 29 ماي ديال الفي اي بي، لقيت واحد 10 ايام يعني زادت الكوصات يعني مجانا، الناس اللي مشارجين الفي اي بي راه زادتهم 10 ايام. والتعطيل راه كتعني ديزابل بالاخضر، يعني ديما كتبقى ديزابل وبالعربيه تعطيل، يعني الا بغيتي تخلي الجهاز ديالك يعني متصل بالسيرفور يعني كتكون ديزابل. واللي ما فهمش شي حاجه الخوت يتواصل معانا، واللي باغي يشارجي شهر فان كام ولا شهر فوريفر ولا الفي اي بي ما عليه غير يتواصل معنا بزر الواتساب او التقنيه ديال ديما تي في او المي تي في. مرحبا، هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.